Rim. Rim. يا ريم. شو؟ إيه يا ريم المعاملة دي؟ ريم مستحق منك حباً وحناناً. أمير, my best friend. What do you want? سمعتي عن خالد الحجر؟ The director? Yes. سلسل بدر؟ Of course. روبي؟ Yes. طيب ماشي, عاملين فيلم جديد اسمه شو, داخلين في المهرجان السنه دي. Really? بيتكلم على الست القياديه اللي هي سوسن بدر اللي عايشه في مجتمع فقير جدا, جوزها خمورجي, وهي بتطلع تشحت في الشوارع علشان تستر بناتها وابنها اللي عيان. يا عيني. That's very interesting. انت عارفه ايه كمان؟ الفيلم متصور في اسكندريه بلدي. واو. ما تيجي تتفرج عليه معايا النهارده؟ I want to, but I've already booked for a documentary, The Virgin, The Copts and Me. Also set in Egypt. مصر كمان. Yeah, it's about Namir who comes from France back to Egypt to make a documentary about the apparition of the Virgin. Do you remember that incident? طبعا دي كانت اخبار ومغرقه التلفزيونات كلها. Yes, he got skeptical about it and wanted to film the whole thing. It's like a film inside a film. طبعا يا حبيبه قلبي مش مصري اللي عملها, دي مصر يا حبيبتي, مصر. عارفه يعني ايه مصر؟ مصر هي امي, نيلها هو دمي, شمسها في سماري, شكلها في ملامحي, حتى لوني قمحي لون خيرك يا مصر, مصر مصر مصر.